للمرة الثانية تطل الثقافة العمانية على العالم بجناح لأعمال 5 من الفنانين المبدعين العمانيين في الدورة 60 لمعرض بيانال الدولي للفنون في البندقية، أحد أشهر وأكبر معارض البيانال في العالم. مزجت الأقمشة العمانية اللي هو الليسو مع الألوان من فينيسيا، فكان مثل يعني دمج البلدين يعني وكذي. في تجربة فريدة من نوعها أن يقدم عمل مكون من 5 قطع مختلفة من محافظات مختلفة من سلطنة عمان، تمثل التنوع أيضا للأحجار العمانية، الأحجار العمانية بما يتماشى مع مفهوم الملتقى لهذا العام، بينالي البندقي لهذا العام. الأعمال الفنية المتفردة المعروضة في الجناح تفصح عن التنوع والثراء الثقافي والطبيعي لسلطنة عمان، وتبرز مواهب الفنانين العمانيين وتجاوبهم مع موضوع البينالي هذا العام وهو الاغتراب. حاولت أن أبرز الخط العربي بشكل معاصر، وبأيضا استخدام بعض الآيات القرآنية وبعض الأبيات الشعرية والحكم اللي تتعلق بالعلاقة الإنسان والتنوع الثقافي والتعايش السلمي فيما بينه. فاستخدمت السلحفاة كرمز، وإذا لاحظ في الحياة في حياة البشر لنا أمثلة شبيهة. أقدم تاريخي، حبي لبلدنا، تقاليدنا، حبيت أني أوري هذا الشيء في الفن. إبداعات المواهب الفنية العمانية ونتاج تجربتهم وتفاعلهم جاءت انطلاقا من التقاليد والثقافة العمانية الغنية، تجسيدا لمفهوم الملاذ الذي اختارته سلطنة عمان ليكون عنوانا لجناحها في البيانالي. أعجبني كثيرا هذا المسار الذي يبدأ بالضوء ويستمر حتى يغوص في الظلام بنظام إضاءة مستهدف ودقيق للغاية. كذلك القاعة الأخيرة جميلة جدا، تشعر وكأنك تسير وسط الماء. هذا الحضور العماني ينقل إليك طاقة إيجابية، إنه لبلد يستثمر الكثير من الفن المعاصر وبحماس شديد، وربما هذا ما ينقصنا أحيانا هنا في إيطاليا. جميل أن تأتي هنا لتتعرف على المزيد من الثقافة العمانية وتراثها الثري المتنوع. لقد أعجبني بصفة خاصة عمل سارة العولقي. منذ اليوم الأول للافتتاح حظي الجناح العماني بإقبال جماهيري واسع من المختصين والسائحين، ويتوقع أن يستمر هذا الإقبال حتى اختتام البيانالي في نوفمبر القادم. من مدينة البندقية مجدي عنبر لتلفزيون سلطنة عمان.